ما هو الاسم الذي أطلق على الإمبراطورية الفارسية الثانية من عام 224 إلى عام 651 ميلادياً؟ ثمان ثواني. عبد الرحمن سعيد، إجابتك؟ الساسانية. الإمبراطورية الساسانية. وإيمان توفيق موافقة؟ موافقة إن شاء الله. الإمبراطورية الساسانية إجابة صحيحة. الإمبراطورية الساسانية هي الإجابة الصحيحة، واللي انتهت على إيد الفتح الإسلامي. الصخور رجعتوا تاني للتعادل، 10 صخور 10 شهاب وشهاب.